السنه وحنا راسلنا جميع الجهات المسؤوله على هذا المظهر المخصص لتعليم السياقه. حاله مزريه ديال هذا المظهر هذا كيتفتقد لجميع الشروط ديال العمل، يعني ما كاينش ابسط الظروف ديال العمل، وزعما اكادير مدينه كبيره يعني ما خصش يكون فيها هذا الشيء، كاين في مدن اخرين فيهم حاله بهذا المستوى، علاش اكادير ما يكونش؟ بعض السواح اننا احنا كمدربين وكارباب ديال تعليم السياقه كنحشموا ان نقول لهم راه رخصه السياقه كتجتاز في هذا المظهر هذا، ولينا كنكذبوا عليهم كنقول لهم اودي بان هذا المظهر راه غير كناخذوا فيه غير تدريب اول. المشاكل مع السيارات اللي كيدوزوا بسرعه. احنا في 2021 20 سنه احنا كنطالبوا باصلاح هذا المظهر، وانتم كتشوفوا بالعين المجرده لا مراحيض لا اماكن جلوس لا مرافق لا اي حاجه. المرافق العموميه يعني ابسط حاجه. احنا درينا شويه ما كاين لا طواليتات لا حتى حاجه، هذا توفر الامان ترونسبور، يعني العديد ديال المشاكل طرقان محفرين هاد الكلتا ديال الماء اللي كتبقى مده طويله وقت ما طاحت الشتاء، وخاص كي بغيتي تمشي للطواليت خاصك تمشي حتى للستاسيون بحال الغابه. انا غنتكلم على هذا المظهر المخصص لتعليم السياقه، يعني ما كتشوفوا بان هذا المظهر كيفتقد لجميع الشروط ديال العمل، وكيفتقد لجميع المرافق الصحيه، وحنا انا شخصيا كنت كنترأس الجمعيه الجهويه لمدربي السياقه حاملي شهاده الكفاءه المهنيه بولايه اكادير منذ 20 سنه، وحنا راسلنا جميع الجهات المسؤوله على هذا المظهر المخصص لتعليم السياقه، من بينهم الوزاره الوصيه على القطاع، جميع الرؤساء ديال المجالس البلديه، المديرين الجهويين، السيده الواليه زينب اللي كانت على ولايه سوس مسا، وكان درت واحد الزياره ميدانيه، وكان عندنا لقاء مع القسم الاقتصادي والاجتماعي بولايه اكادير، وكنا اننا المهنيين قالوا بان راه غادي يدار الحل لهذا المظهر المخصص لتعليم السياقه، والغريب في الامر انه ما كتشوفوا الحاله بانها حاله مزريه ديال هذا المظهر هذا كيتفتقد لجميع الشروط ديال العمل. والاشكال الكبير اللي كاين بان انتم كتعرفوا راه جميع الناس اللي اجتازت رخصه السياقه بان راه المواطن كمواطن كيؤدي الواجبات ديال الدوله كضرائب، وكنتسائلوا واش هذا المظهر هذا انه غيبقى هكا، وحنا كنشوفوا بان الاداره الوصيه على القطاع انها كتتكلم على الجوده وكتتكلم على الاصلاح، لان خصنا الارضيه ديال الاصلاح، الا ما كانتش واحد الارضيه ديال العمل راه ما يمكنش باش اننا نكونوا واحد العدد ديال المترشحين اللي غادي نكونوا في اعلى مستوى. انتم كتشوفوا بان هذا المرشح هذا كيجتاز يوم الامتحان هنا، وعندنا واحد الاشكال كبير ان قبل هذا المشكل اللي كيعاني العالم ديال كوفيد 19 كانوا كيجيو عندنا هنا بعض السواح، اننا احنا كمدربين وكارباب ديال تعليم السياقه كنحشموا ان نقول لهم راه رخصه السياقه كتجتاز في هذا المظهر هذا، ولينا كنكذبوا عليهم كنقول لهم اودي بان هذا المظهر راه غير كناخذوا فيه غير تدريب اوليه، لهذا من هذا المنبر هذا كنطالبوا الناس المسؤولين على جهه اكادير وعلى الصعيد المركزي انه يدار الحل هذا المظهر المخصص لتعليم السياقه، لان راه حنا في 2021 20 سنه وحنا كنطالبوا باصلاح هذا المظهر، وانتم كتشوفوا بالعين المجرده لا مراحيض لا اماكن الجلوس لا مرافق لا اي حاجه، انتم كتشوفوا هذا المظهر مساله، وعندنا واحد الاشكال اخر خطير بان بعض المرات هنا راه كيكون عندنا هنا متشردين، عندنا هذا راه مظهر اللي هو كطريق عموميه كيدوزوا بعض الناس بواحد السرعه اللي هي جنونيه، ولهذا كنتمنوا وانعدام الامن، لان حتى الامن راه ما كاينش، راه ولينا حنا كمدربين وكارباب راه كتجيب الناس اللي كيجيب الزوجه ديالو تجتاز هنايا رخصه السياقه، كاين اللي كيجيب الاخت ديالو، انك راه كتولي حارس منك مدرب منك حارس امن. حنا اليوم بغينا نهضروا على هذه الظروف فاش كنخدموا هنا في الحلبه اللي كتسمى الحلبه، وزعما اكادير مدينه كبيره، وهاد الحلبه كما كتشوفوا ما كتوفرش على ابسط الشروط ديال العمل، اللي هي كما كتشوفوا يعني طريق عموميه فيها سيركيلاسيون فيها الحديد، يوقع لنا مشاكل مع السيارات اللي كيدوزوا بسرعه، زائد المرافق العموميه يعني ابسط حاجه، زائد عدم توفر الامان ترونسبور، يعني العديد ديال المشاكل، طرقان محفرين هاد الكلتا ديال الماء اللي كتبقى مده طويله وقت ما طاحت الشتاء، يعني ما كاينش ابسط الظروف ديال العمل، وزعما اكادير مدينه كبيره يعني ما خصش يكون فيها هذا الشيء، يعني كنشوفوا مدن اخرين فيهم حاله بهذا المستوى، علاش اكادير ما يكونش سميتو؟ ناس الجمعيات عندنا هنايا داروا سميتو كتبوا للولايه كتبوا للجهات يعني الجهات المختصه، وما عمر جاوبنا حتى شي واحد، يعني ما نفس الظروف
وتقريبا راه اي واحد فيكم نتوما غتكون دوزتو هنايا منذ الثمانينات تقريبا الثمانينات، ما كاين ابسط حاجه ما كتزادش هنايا يعني. اللهم هذا الشيء ديال النظافه وهذا الشيء شي حاجات بسيطه اللي كيديروها غير الناس ديال الجمعيات يعني المدربين وداك الشيء يعني. هذا الشيء اللي كاين كنتمنوا من السلطات يسمعوا بهذا سميتو ويديروا لنا شي حل لهذا المشكله هذه. كندوز في السيره التعليم هنا، حنا درينا شويه ما كاين لا الطواليطات لا حتى حاجه، والطريق مكرفصه شويه هنايا، الطريق كاع محفره. المهم هنا خايبه شويه القضيه، ما كاين سميتو بحال الخلا بحال الغابه، كاين المرافق الصحيه ما كاين والو، خاصك الا بغيتي تمشي للطواليط خاصك تمشي حتى للستاسيون، وما كاين لا قهاوي لا بيت ريح وما كاين حتى حاجه. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.